بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، النهاردة إن شاء الله هنبتدي في فرع جديد من فروع الماس. الفرع ده أول مرة هتبدأوا فيه السنة دي إن شاء الله. طبعا الفرع ده اسمه تريجونومتري، اسمه تريجونومتري. الفرع ده طبعا هنحتاج فيه لبعض المعلومات القديمة من الجيومتري، انا هبقى اشرحها لك في كل درس اللي هنحتاجه هبقى اقوله لك، لكن النهارده بنتعرف على الفرع الجديد ده. اول درس عندنا في الترايجونومتري اسمه Principal Ratios of Acute Angle in Right Angled Triangle، يعني الكلام بتاعنا السنه دي مش في السنين اللي جايه ان شاء الله. الفرع ده مكمل معاك على طول بعد كده، معاك لحد ثانويه عامه من الفروع المهمه في الماثماتكس. احنا بدايتنا فيه النهارده اللي عليك السنه دي ان حضرتك هتشتغل على البرنسبل ريشيو اوف اكيوت انجل. اول حاجه خلينا نفتكر مع بعض يعني ايه كلمه ريشيو. كلمه ريشيو دي احنا سبق لينا دراستها في السنين اللي فاتت وخدناها في الالجبرا، لو اذا كنت ما خدتهاش انا هفكرك بيها. دايما الريشيو بتبقى ديفيجن، بيبقى في عندي تو كوانتيتيز اوف ذا سيم تايب بنعمل لهم ديفيجن، ده بيطلع لنا ريشيو. بس عاوزين ناخد بالنا علشان في السنين اللي بعد كده البرنسبل ريشيوز اللي احنا هنقول عليها بعد كده في التريج، على فكره تريج اختصار لكلمه تريجونومتري عشان ما نقعدش نقول كلام كبير كده. احنا معانا السنه دي هنتعرف على 3 ريشيوز. الثري ريشيوز بتوعنا اسمهم ساين وكوساين وتان. على فكره دول موجودين عندك على الاله الحاسبه، انت حضرتك ما استخدمتهمش قبل كده، هتبتدي تستخدمهم ان شاء الله السنه دي باذن الله، وهيبقى عندنا في الدرس الثاني ازاي نستخدم الكالكوليتور في ان احنا نحسب الثري ريشيو دول. طبعا في ريشيوز ثانيه بعد كده هنعرف انهم فانكشنز، هنعرف انهم فانكشن. الفانكشن طبعا حضرتك اخدتها في الالجبر. دول كده اسمهم تريجونومتريك فانكشنز، بس احنا في البدايه هنقول عليهم برنسبل تريجونومتريك ريشيو، برنسبل تريجونومتريك ريشيو اوف اكيوت انجل تريانجل. مش معنى كده ان احنا التريجونومتريك ريشيوز ما بتختص بالاكيوت انجلز بس، لا، ده اي انجل او اي ميجر لاي انجل بيبقى له الريشيوز دي، وفي ريشيوز ثانيه هنتعرف عليها بعد كده ان شاء الله في السنين اللي جايه. لكن خلينا نتعرف على الثري ريشيو اللي احنا قلنا عليهم، ساين كوساين تان. ايه الساين ده يا مستر؟ الساين ده احنا اتفقنا ان الريشيو ديفيجن، فاحنا بنعمل ديفيجن اوبوزيت اوفر هايبوتنوس. بيبقى في عندي رايت انجل تريانجل زي ده كده، اعتبر ان الاي بي سي ده رايت انجل تريانجل قد بي زي ما حضرتك شايف. طبعا حضرتك عارف ان السايد اوبوزيت تو رايت انجل كولد هايبوتنوس، ده اسمه هايبوتنوس. السايد الاوبوزيت الرايت انجل اسمه هايبوتنوس. طيب ايه بقى اوبوزيت وايه هايبوتنوس وايه ادجيسنت؟ اوبوزيت يعني مقابل، اللي في وشك، اللي في وشك ده اسمه اوبوزيت، يبقى اوبوزيت دي يعني مقابل. ده هايبوتنوس ده السايد اوبوزيت تو رايت انجل، يعني السايد اللي قصاد الرايت انجل في الرايت انجل تريانجل. ده الهايبوتنوس دايما اللي هيتغير معانا على حسب الانجل الاوبوزيت والادجيسنت. اتفقنا عرفنا يعني ايه اوبوزيت؟ اوبوزيت يعني مقابل. امال ادجيسنت دي؟ لا، ادجيسنت دي يا ابني كلمه قديمه عدت عليك قبل كده، كلمه مجاور، اللي جنبه. هنا هيبقى اللي جنب الانجل. طب انا مش فاهم يا مستر. طب بص معايا، تعال نتكلم عن الساين. الساين مكتوبه قدامي ايه؟ اوبوزيت اوفر هايبوتنوس، اوبوزيت اوفر هايبوتنوس. انا قدامي الاكيوت انجل ايه والاكيوت انجل سي. طبعا احنا عارفين ان السمشن اوف ميجرز اوف انجل ايه اند انجل سي هيبقى ايكوال 90 ديجري. ساين ايه؟ ها ادي الانجل ايه حضرتك شايف اهي، مكتوب قدامك ايه؟ اوبوزيت اوفر هايبوتنوس. ادي الانجل ايه؟ اوبوزيت اتفقنا يعني ايه؟ يعني المقابل. ادي الانجل ايه اهي، يبقى الاوبوزيت بتاعها ده، عشان كده انا كاتب بي سي اوفر الهايبوتنوس.
ادي الهايبوتنيوس اهو اللي هو مين؟ الايه؟ سي. طب بنفس الطريقه ها انا هتنقل على الانجل سي، اللي ما فهمش يفهم تاني. ادي الانجل سي اهي، صح كده؟ طيب ها انا عايز مين؟ انا عايز ساين سي. اتفقنا ان الساين بتبقى ايه؟ اوبوزيت اوفر هايبوتنس. ادي السي، يبقى الاوبوزيت بتاعها يا عم مين؟ اللي في وشها مستر، يبقى الاي بي اوفر مين؟ اوفر الهايبوتنس اللي ثابت معايا اللي هو الاي سي، عشان كده هتلاقيها مكتوبه عندك اي بي اوفر اي سي. ها فهمت؟ طيب تعال نشوف الكوساين. الكوساين هي يا مستر اللي مكتوبه جنبها دي، ده سيمبل لاي ميجر، اي ميجر بتاع اي انجل، خلاص بنقراها سيتا. يبقى دي كوزين سيتا، سيتا ده ميجر بتاع اي انجل، ميجر اوف اني انجل. السنه دي هنبقى مركزين على الاكيو انجل اللي هي الميجر بتاعها سمولر ذان 90 ديجري. كوزين سيتا ادجيسنت اوفر هايبوتنس. ادجيسنت يعني يا مستر؟ ما خلاص اتفقنا يعني اللي جنبه. لا يا مستر انا مش فاهم. طب تعالى معايا، انا عندي كوزين ايه؟ ها ادي الانجل ايه. كوزين يعني ايه؟ يعني ادجيسنت يا مستر اوفر هايبوتنس. كويس، فين الانجل ايه؟ اهي. طب كويس، الادجيسنت بتاعها مين؟ يعني اللي جنبيها، يبقى الاي بي اوفر مين؟ اوفر الهايبوتنس اللي هو اي سي. طيب افهم معايا تاني، كوزين سي ها برضو ادجيسنت اوفر هايبوتنس. ادجيسنت يعني اللي جنبيها، ثبت الكلام ده بقى في دماغك علشان ما تنساهوش. يبقى الكوزين سي ادي الانجل سي، الكوزين يعني الادجيسنت يعني اللي جنبيها، يبقى بي سي اوفر الهايبوتنس اللي هو اي سي. الثيرد ريشيو معايا اسمها تان، فانا عايز تان سيتا، سيتا اني انجل. كويس، اي دي اوبوزيت، خلاص بقى عرفنا اوبوزيت يعني ايه، ادجيسنت يعني ايه. المفروض يبقى سهل عليا دلوقتي ابقى عارف تان ايه اوبوزيت اوفر ادجيسنت، يبقى بي سي اوفر اي بي. تمام. طب انا عايز اجيب تان سي، نفس الكلام، ادي السي اوبوزيت يبقى اي بي اوفر ادجيسنت بي سي. طيب لو احنا ما فهمناش هناخد نوميريكال اكزامبل. راجل جاي بيقول لي اي بي سي رايت انجل تريانجل ات بي، اي بي 6 سنتيمتر، بي سي 8 سنتيمتر، اي سي ايكوال 10 سنتيمتر. كويس، عايز ايه يا سيدي؟ قال لي فايند ساين اي كوزين سي، كوزين اي ساين سي، تان اي تان سي. عايز كمان اجيب كوزين باور 2 اي بلس كوزين باور 2 سي ماينس تان اي تان سي. وركز معايا علشان المثال دون او الاكزامبل اللي قدامنا دون هيفهمنا حاجات كتير، وهنكتشف ان الموضوع ده موضوع سهل جدا جدا جدا. طيب انا عاوز اجيب ساين ايه؟ لازم اكون عارف الديفينيشن. الديفينيشن بيقول لي الساين بيبقى اوبوزيت اوفر هايبوتنس، اوبوزيت اوفر هايبوتنس. تعالى ادي الايه؟ ها اوبوزيت. لا احنا هنا معلش سوري، انا رسمت التريانجل اهو. طبعا حضرتك هترسم التريانجل لو جاي لك مش مرسوم في الامتحان، ممكن تجي لك مرسوم وممكن يجي لك مش مرسوم، حضرتك لازم ترسم. رسمنا الاي بي سي رايت ات بي، حطينا اللمسات اللي الراجل قايل لنا عليها هو، ان هو الراجل قايل لي ان الاي بي ايكوال 6 سنتيمتر، بي سي ايكوال 8 سنتيمتر، اي سي ايكوال 10 سنتيمتر. حطينا اللمسات بتاعتنا على الساينس عشان نعرف نجاوب. عاوز اجيب ساين ايه؟ ها اتفقنا ان الساين بيبقى اوبوزيت اوفر هايبوتنس. حلو، ادي الايه؟ ها اتفقنا ان اوبوزيت يعني ايه؟ يعني اللي قدامها، يبقى الايه اوفر الهايبوتنس. الهايبوتنس قلنا اللي قصاد الرايت انجل اللي هو الاي سي، يبقى انا عندي 8 اوفر 10. طبعا حضرتك لازم تعمل لها سمبلسيتي، اوعى تنسى. لو ما بتعرفش تعمل سمبلسيتي بمخك اكتبها بس انت للكالكوليتور، هي هتديك مباشره الاجابه 4 اوفر 5. طب تعالى لي كده، انا عايز كوزين سي، ها فين الانجل سي؟ اهي الكوزين اتفقنا عليه بيبقى مين؟ بيبقى ادجيسنت اوفر هايبوتنس. ادجيسنت للي ناسي يعني اللي جنبه، ادي الانجل سي ها اللي جنبيها 8
اوفر هايبوتونس 10 بقت 8 اوفر 10، عملنا لها سمبلسيتي تبقى ايكوال 4 اوفر 5. ها تهيألي كده الموضوع بقى سهل. تعالى كوزين ايه؟ الكوزين اتفقنا ادجيسنت اوفر هايبوتونس. ها ادي ايه؟ ادجيسنت اهو خلاص بقى، يبقى 6 اوفر 10 عملنا لها سمبلسيتي 3 اوفر 5. ساين سي برضو اوبوزيت اوفر هايبوتونس، ادي السي 6 اوفر 10 كويس، عملنا لها سمبلسيتي 3 اوفر 5. تاني ايه؟ التاني اتفقنا اوبوزيت اوفر ادجيسنت. تعالى لي ادي ايه؟ ادي اوبوزيت ادي ادجيسنت، يبقى 8 اوفر 6 عملنا لها سمبلسيتي تطلع 4 اوفر 3. تعالى تان سي، ادي تان سي اوبوزيت اوفر ادجيسنت 6 اوفر 8 سمبلسيتي 3 اوفر 5. الموضوع بقى اسهل معايا. طيب يا مستر ايه ده؟ طب دول يا مستر احنا جايبينهم من الديفينيشن اللي فوق دوت. ايه ده يا مستر؟ خلاص ده باور 2، خد الفاليو اعملها لي باور 2، انت مش اي حاجه. مش حضرتك جبت كوزين ايه قبل كده؟ خلاص الكوزين ايه احنا جبناها ب 3 اوفر 5 اهي، خلاص هتكتبها لي 3 اوفر 5 باور 2. ها كاتب لي بلس، اكتب بلس، كاتب لي كوزين باور 2 سي، مفيش مشكلة، ما احنا جبنا الكوزين سي ب 4 اوفر 5، يبقى انا هكتب 4 اوفر 5، هو جاي عايزها باور 2، خلاص نعملها باور 2. ها؟ ماينس، عايز ايه؟ تان ايه تان سي، يعني ايه تان ايه تان سي ديت؟ يعني تان ايه تايمز تان سي، عشان ما تتلخبطش، تان ايه تان سي لما تشوفها قدامك، يعني تان ايه تايمز تان سي، خلاص الفاليوز كلها قدامي، عملت سبستيتيوتنج، حسبت بمخي بالكالكوليتور، مش هتفرق معاك في حاجه، واحسب بالكالكوليتور عشان ما يبقاش فيه اخطاء ساذجه ما بنحبهاش. هتلاقي الريزلت بتاعتك طالعه زيرو. في شويه نوتس بقى احنا نقدر نطلعها من الكلام اللي قدامنا. الناس اللي مركزه معايا هتلاحظ حاجه. تعالى كده نرجع، شايف ساين ايه؟ شايف كوساين سي؟ ده طالعين نفس الاجابه، نفس الانسر قدام عينك اهي. كمان بص لي كده، كوزين A وساين C طالعين نفس الانسر قدامك 3 اوفر 5. طيب ركز معايا اكتر، شايف تان A طالعه 4 اوفر 3. طب تان C الله ده 3 اوفر 4، هما ايه دول؟ افتكر معايا كده. اه يا مستر دول مالتيبليكيتيف انفيرس، اللي هو البرودكت بتاعهم دايما ايكوال 1. ولا نرجع لاولى اعدادي تاني، اي نمبر تايمز اتس مالتيبليكيتيف انفيرس البرودكت ايكوال ايه؟ 1. طيب ركز معانا، هكتب لك الكلام ده دلوقتي وهكتبه لك في شويه نوتس مهمه جدا، لكن خلينا نشوفها بالفاليوز اللي قدامنا عشان ما ننساهاش، عشان لما اكتبها لك بعد شويه تقول اه دي واضحه وسهله جدا. انت شايف لي الميجر اوف انجل A والميجر اوف انجل C لو عملنا لهم سميشن هيطلع كام؟ برافو عليك، ده رايت انجل بتريانجل، عندنا ميجر اوف انجل بي ايكوال 90، عندنا سميشن اوف ميجرز اوف انتيريور انجلز اوف اني تريانجل ايكوال 180، يبقى انا عندي ميجر اوف انجل A بلس ميجر اوف انجل C ايكوال 90 ديجري. ال 90 التو انجلز لما يبقى السميشن بتاعهم 90 ديجري كنا بنسميهم ايه؟ اه يا مستر انا اخدتها في اولى اعدادي، دول بنقول عليهم complementary angles. يبقى انت عندك اي تو complementary angles، يعني تو angles زي summation equal 90 degree، يبقى ساين واحده فيهم هو كوزين الثانيه. تاني اي تو angles، اي تو complementary angles، يعني تو angles summation بتاعهم 90 degree، ساين واحده فيهم هو كوزين الثانيه، تقوم تلاقي ساين ايه هو نفسه كوزين السي، تلاقي كوزين الايه هو نفسه ساين السي، وتلاقي البرودكت اوف ذير تانجنت ايكوال 1، يعني تان ايه تايمز تان سي يبقى ايكوال 1، وده اللي واضح قدامنا اهو. خلاص طيب احنا اتكلمنا من شويه، قلت لك ان انا لو عندي اي تو كومبلمنتري انجلز اللي هم زير سميشن ايكوال 90 ديجري، قلنا هتلاقي دايما ان ساين واحده فيهم هو كوزين الثانيه، يعني لو انا عندي الانجل A والانجل B
دول تو كومبلمنتري انجلز، يعني اهو ميجر اوف انجل A بلس ميجر اوف انجل B ايكوال 90 ديجري. يبقى ساين A هو نفسه كوزاين C، ساين A هو نفسه ساين A كوزاين ايكوال كوزاين B، كوزاين A ايكوال ساين B، تان A تايمز تان B ايكوال 1 زي ما قلنا من شويه. يبقى انا عندي ساين 40 تبقى ايكوال مين؟ شوف مين تعمله بلس 40 يديك 90، اللي اعمله بلس 40 يديني 90 مين؟ ال 50. يبقى معنى كده ان ساين 40 ايكوال كوزاين 50، نفس الطريقه كوزاين 30 تبقى ايكوال ساين مين؟ اللي يخلي لي ال 30 تبقى 90 اللي هي 60. تان 70 تايمز تان 20 يبقى ايكوال 1، اشمعنى؟ عشان عندي 70 بلس 20 ايكوال 90. خلاص؟ طيب في الجزء دون من التريجونومتري احنا بنحتاج معلومات قديمه. اول معلومه قديمه هنحتاجها دايما فيثاغورس. فاكر معايا فيثاغورس او افتكر معايا فيثاغورس كان بيقدر يخليه تقدر تجيب لي لينس اوف اني سايد اون رايت انجل تريانجل اف نوين لينسز اوف ذا اذر تو سايدز. يعني لو حضرتك عارف اللينس بتاع اي تو سايدز في الرايت انجل تريانجل تقدر تجيب لي اللينس بتاع الثيرد سايد. انا هنا عايز اجيب الاي سي، خد لي بالك الاي سي ده الهايبوتنوس وده اللي بيتجاب بالبلس او بالسميشن، انما اي سايد من التو سايدز بتوع الرايت انجل بيتجاب بماينس عشان ما تتلخبطش حضرتك. يبقى لو انا عايز اجيب الاي سي هيبقى سكوير روت اي بي باور 2 بلس بي سي باور 2. طب لو انا عايز اجيب الاي بي هيبقى سكوير روت اي سي باور 2 ماينس بي سي باور 2. عايز اجيب البي سي هيبقى سكوير روت اي سي باور 2 ماينس اي بي باور 2. طيب بنستخدمه امتى ده يا مستر او بنحتاجه امتى؟ لو ادالك الراجل ادالك رايت انجل تريانجل وكانت مديلك لينسز اوف تو سايدز، وانت طبعا علشان تجيب لي ساين او كوساين او تان لازم يبقى عندك لينسز اوف ذا 3 سايدز اوف ذا رايت انجل تريانجل. طيب احيانا الراجل مش هيجيب لك رايت انجل تريانجل، يبقى ساعتها حضرتك لازم تعمل لي رايت انجل تريانجل. لازم تعمل لي رايت انجل تريانجل زي ايه يا مستر؟ زي لو حضرتك جاب لك ايزوسليس تريانجل، حضرتك وانت مغمض كده تبتدي الحل بتاعك بانك تجيلي من الفيرتكس وتعمل لي بيربنتيكولار تو بيس اوف ذا ايزوسليس تريانجل. وتفتكر اللي احنا اخدناه السنه اللي فاتت ان اني ايزوسليس تريانجل بيربنتيكولار فروم فيرتكس تو بيس، ماله بقى؟ بايسكت بيس اند بايسكت فيرتكس انجل. يعني اي بيربنتيكولار هترسمه من الفيرتكس هيبقى بيربنتيكولار تو بيس، هيعمل لي بايسكت للبيز يخلي لك دي بي ايكوال دي سي. في نفس الوقت انت عندك عشان هو ايزوسليس تريانجل تبقى البيز انجلز ايكوال بالميجر، يعني ميجر اوف انجل بي يبقى ايكوال ميجر اوف انجل سي، كمان بيبقى بايسكت فيرتكس انجل. انا عندي الفيرتكس انجل اللي هي الانجل A هيحصل لها بايسكشن فيبقى ميجر اوف انجل بي اي دي ايكوال ميجر اوف انجل سي اي دي. الكلام ده تاخد بالك منه اول ما تلاقي في قدامك ايزوسليس تريانجل. طيب احنا عاوزين نكمل دلوقتي مع بعضينا الاشكال اللي هي ايه فيها لعب شويه في الامتحان، حاجات مرتبطه بالسنين اللي فاتت انت اخدتها في الجيومتري، ايه علاقتها بالدرس دوت؟ فعشان حضرتك ممكن تبقى ناسيها انا هفكرك بيها. انا فكرتك طبعا في من شويه بال الايزوسليس تريانجل، عرفنا هنتصرف معاه ازاي. دلوقتي ممكن يجي لي الراجل يقول لي ايزوسليس ترابيزيوم. الايزوسليس ترابيزيوم ده اللي بيبقى فيه النوت بارلل سايدز بيبقوا ايكوال ان لينث. يعني انا عندي مثلا الراجل جايب لي بيقول لي عندك اي بي سي دي ايزوسليس ترابيزيوم. طبعا ده الكلام يجي لك مش مرسوم، حضرتك اللي هترسمه. الراجل بيقول لي اي بي سي دي ايزوسليس ترابيزيوم. طيب انت عايزه ايه يا سيدي؟ قال لي انا عايز البي سي يبقى ايكوال الاي دي والاي بي بارلل دي سي. فاحنا رحنا رسمين له الترابيزيوم اهو الاي بي سي دي، عملنا حسابنا ان الاي بي بارلل دي سي وعملنا البي سي ايكوال اي دي عشان يبقى زي الجيفن اللي جايه لي في السؤال بتاعي. حضرتك هو مش هيبقى كاتب لك غير كده وهيبقى مدي لك لينسات بعد كده،
اللي انا هقوله ده اللي انت هتعمله علشان تقدر تشتغل. حضرتك انت ما تقدرش تشتغل زي ما اتفقنا من شويه غير لازم يبقى في عندك رايت انجل تريانجل. فلما يجي لك ايزوسلس ترابيزيوم حضرتك هتيجي تعمل لي بيربنديكولار من الشورت بيز اوفر لونج بيز. يعني هنرسم هنقول له درو سي بي اي بيربنديكولار دي سي واي اف برضو بيربنديكولار دي سي. هترسم له دول. هتقول له بعد كده بقى وانت شغال تفهمه برضو انك فاهم ان ده كلام اللي انت هتكتبه وانت بتحل. هتقول له ان الاي بي اي اف ريكتانجل. طب ليه ريكتانجل يا مستر؟ عشان عندنا الاي بي بارالل الدي سي. طب ما هو الاي اف موجوده عليها، يبقى انا عندي الاي بي بارالل الاي اف، وعلشان عندي البي اي بيربنديكولار دي سي وكمان الاي اف بيربنديكولار دي سي، يبقى كده بقى الاي بي بارالل الاي اف، يعني الاي بي اي اف دون بقى بارالل جراب، وعلشان عندنا في رايت انجل يبقى هو كده بقى ريكتانجل. انا كده فهمتك ده ليه ريكتانجل. حضرتك بتقول له ان الاي بي اي اف ريكتانجل، انا فهمتك ليه. طيب لما بقى ريكتانجل يبقى هنستفيد ايه؟ ان الاي بي هيبقى ايكوال الاي اف. هبقى انا مدي لك في السؤال اللينس بتاع الاي بي واللينس بتاع الدي سي. احنا هنعمل فيديو مخصوص للتمارين بتاعه الكلام ده، بس انت لازم تبقى فاهم الاساسيات بتاعتك وانت بتكتب. خلاص ده بقى ريكتانجل الاي بي اي اف. بقى عندي الاي بي ايكوال الاي اف، خلاص عرفنا اللينس بتاع الاي اف. طيب التو تريانجل بي اي سي والاي اف دي ها هيبقوا مالهم؟ هيبقوا كونجورنت. طب كونجورنت ليه يا مستر؟ انا مديك في الجيفن البي سي ايكوال الاي دي. من البروبيرتيز بتاعه الايزوسلس ترابيزيوم اللي انت اخدتها السنه اللي فاتت، الميجر اوف انجل سي ايكوال الميجر اوف انجل دي. ما تنساش انت اخدت البروبيرتيز بتاعه الايزوسلس ترابيزيوم السنه اللي فاتت، كنا بنقول له البيز انجلز ايكوال الميجر. فيبقى انا عندي ميجر اوف انجل سي ايكوال ميجر اوف انجل دي. وعندنا طبعا البي اي احنا قلنا ايكوال الاي اف. بقى عندي التو تريانجلز بي سي اي واي اف دي بقوا كونجورنت. طب طالما بقوا كونجورنت يبقى البي سي هيبقى ايكوال الدي اف. خلاص حلو قوي، ده الكلام اللي احنا بنحتاجه واحنا شغالين في الايزوسلس ترابيزيوم. في عندي بعد كده الرايت انجل ترابيزيوم. ده ترابيزيوم بيبقى فيه رايت انجل زي ما انتم شايفين. حضرتك رسمت الرايت انجل ترابيزيوم اهو، هترسم دي اي بيربنديكولار بي سي. كويس، هتقول له برضو نفس الكلام اي بي اي دي ريكتانجل. سو يبقى عندي اي دي هيبقى ايكوال بي اي. كويس، انا هبقى مدي لك اللينس اوف اي دي وممكن ابقى مدي لك اللينس اوف اي سي كمان. طيب حضرتك عرفت لي اللينس اوف بي اي، كده هتقدر تجيب اللينس بتاع السي اي. هجيبه ازاي يا مستر؟ هتقول لي سي بي ماينس اي بي. عرفت انت كده اللينس بتاع السي اي. بعد ما عرفت دي هتلاقيني مدي لك يا مدي لك الدي سي، يبقى هتقدر تجيب منه الدي اي في فيثاغورس، يا اما هبقى مديك الاي بي وبالتالي هيبقى الدي اي ايكوال الاي بي، وبالتالي تقدر تجيب الدي سي. بعد كده تقدر تجيب اي حاجه الراجل عاوزها وهنقدر نشتغل على اي حاجه الراجل يجيبها. دي اشهر اشكال ممكن تجيلك في الجزئيه دي. هعمل لك ان شاء الله الفيديو اللي جاي مخصوص هيكون فيه تمارين كتيره على الاشكال دي علشان نشوف هنقدر نشتغل فيها ازاي وايه اهم الافكار اللي ممكن تجينا. اتمنى تكونوا استفدتوا، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام عليكم.